بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، مع دروس التربية الإسلامية معكم الأستاذ طلعت ناجح طلعت، أستاذ التربية الإسلامية واللغة العربية بالمدرسة السعيدية بصلالة، فأهلا وسهلا بكم. الدرس الأول بعنوان أخطاء عند تطبيق أحكام النون والميم الساكنتين والتنوين. أهداف هذه المحاضرة البسيطة: في نهاية المحاضرة يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن يحدد أحكام الميم والنون الساكنتين والتنوين، ويوضح الأخطاء التي يقع فيها القارئ عند تطبيقه هذه الأحكام، يميز بين أخطاء كل حكم من أحكام الميم والنون الساكنتين والتنوين. سبق أن تعلمنا أحكام الميم والنون الساكنتين والتنوين، وتمت مراجعتها في الصف العاشر، وسنتناول في هذا الدرس أبرز ما قد يقع فيه القارئ من أخطاء عند تطبيقه لهذه الأحكام أثناء تلاوته للقرآن الكريم. النون الساكنة هي النون غير المتحركة. النون الساكنة معناها هي النون غير المتحركة، وتأتي في الأسماء والأفعال والحروف، مثل إنس أو إنسان، وأنعمت، ومن. فنلاحظ هنا النون الساكنة جاءت في الإنسان وأنعمت ومن، أي تأتي في الأسماء والأفعال والحروف. وهناك مصطلح آخر مهم في هذه الوحدة ويجب أن تعلموه جيدا وتعلموا زمنه، هذا المصطلح هو الغنة. وما المقصود بالغنة؟ الغنة هي صوت يخرج من الخيشوم مقداره حركتان. إذن الغنة هنا هو صوت يخرج من الخيشوم، مقره الخيشوم. مقدار الغنة كم؟ حركتان. إذن هناك خطأ، وهو الزيادة عن حركتين أو عدم الغنة بالنقصان. الميم الساكنة هي أيضا الميم غير المتحركة، مثل قوله تعالى أنعمت، الميم الساكنة في قوله تعالى أنعمت. وأنتم تعلمون التنوين، وهو إلحاق آخر الاسم المعرب نونا ساكنة تنطق ولا تكتب. إذن هذه المفاهيم، النون الساكنة والميم الساكنة والغنة والتنوين، مجرد مراجعة. في هذا الفصل الدراسي سوف نشرح الأخطاء التي قد يقع فيها قارئ القرآن الكريم عند تطبيق هذه الأحكام. فالأخطاء، لابد لك أن تعرف الحكم أولاً لكي تستنتج الخطأ. فأحكام النون الساكنة والتنوين 4 أحكام كما تعلمون، هي الإظهار والإخفاء والإدغام والقلب أو الإقلاب. ونحن جميعا درسنا هذه الأشياء بداية من الصف السادس والصف السابع، وراجعناها في الصف العاشر، فأنتم لستم بحاجة إلى إعادة شرحها، وأنتم غير مطالبين بشرح مفهوم الإظهار أو الإخفاء والإدغام والإقلاب، ولكنكم مطالبون بمعرفة الصواب والخطأ عند تطبيق هذه الأحكام. أما أحكام الميم الساكنة فهي نفس أحكام النون الساكنة والتنوين عدا القلب أو الإقلاب. فأحكام الميم الساكنة هي الإظهار والإخفاء والإدغام. سنشرح جزءاً جزءاً، ولكي لا نطيل عليكم في زمن الفيديو، سيكون الفيديو قاصراً على جزئية بسيطة حتى لا يزيد زمن هذا الفيديو أو هذه المرئية. فهناك أخطاء عند تطبيق الإظهار سواء في النون أو الميم الساكنة أو التنوين.
فمثلا إطالة زمن الغنة، ونحن قلنا إن زمن الغنة لابد أن يكون زمنا متوسطا وله حركتان فقط. أما إذا جئت بالميم الساكنة وأطلت زمن الغنة في قوله تعالى ألم، وأطلت هذه الغنة بهذه الكيفية، فهذا خطأ، والصواب قوله تعالى ألم ألم وليس ألم ألم تر كيف فعل ربك بعاد، هكذا. والنوع الثاني إخفاء الميم الساكنة إذا جاء بعدها الواو والفاء، وهذا خطأ فادح يعني يقع فيه الكثير نتيجة قرب الواو والفاء من مخرج الميم، والصواب إظهار، فالإظهار يكون شديدا في الميم إذا جاء بعدها حرف الواو أو الفاء، مثال قوله تعالى عليهم عليهم، تظهر الإظهار. ولكن إذا قلت عليه ولا الضالين فأنت وقعت في خطأ، وهو أنك أخفيت الميم بسبب مجيء بعدها حرف الواو، وهذا خطأ. وقوله تعالى فيهم فيه، هذا أيضا خطأ، والصواب هم فيه، هم فيه بإظهار الميم. إذن أقول عليهم ولا الضالين، وأقول هم فيه، والخطأ أن تنطق وتقول عليهم ولا الضالين أو هم فيه، مختلفون، وهذا خطأ. إذن الواو هو إظهار الميم إذا جاء بعدها الواو أو الإيه أو ألفا. أيضا هناك من يقع في خطأ وهو يقلص الساكنة أو التنوين أو الميم الساكنة لأجل الإظهار، فإذا أراد أن يظهر الميم أو النون أو التنوين فإنه يضطر إلى قلقلة النون أو الميم، وأنتم تعلمون أن النون والميم والتنوين ليسوا جميعا من حروف القلقلة. حروف القلقلة أنتم تعلموها خمس، وهي قطب جد الساكنة، قاف والطاء والباء والجيم والدال الساكنة. قال تعالى فامسحوا فامسحوا، فهو يقلقل الميم ويقولها فماسحوا فماسحوا، وهذا خطأ فادح في قلقلة الميم الساكنة. أو قوله تعالى وأيديكم منه منه، يقلقل النون في منه، والصواب منه، والصواب فامسحوا فم وليس فما، والصواب منه وليس منه، وهكذا. فهذا خطأ، وهذا الخطأ راجع لماذا؟ من أجل الإظهار الشديد. إذن من الأخطاء التي قلناها حاليا عند تطبيق الإظهار، وهو إطالة زمن الغنة أو إخفاء الميم إذا جاء بعدها الواو أو الفاء، وقلقلة النون الساكنة أو الميم الساكنة نتيجة الضغط عليهما بقوة لأجل الإظهار. أيضا إهمال زمن التوسط، وزمن التوسط أو البينية في النون والميم، وهي حروف لن عمر، النون والميم في كلمة لن عمر خمس حروف، زمنها التوسط، زمنها التوسط. فهنا يعني هذه الحروف النون والميم زمنها التوسط، والخطأ هو إهمال هذا الزمن المقصود بزمن التوسط في النون والميم الساكنة، وينطقهما نطقا سريعا، وهذا أيضا خطأ. والصواب هو التوسط في نطق النون والميم الساكنة، كما درسنا في العام الماضي في الصف الحادي عشر صفات الحروف، وقلنا البينية أو التوسط الموجودة في حروف لن عمر. أيضا غن النون الساكنة أكثر من الغنة الطبيعية، والغنة الطبيعية قلنا أن هذا الصوت يخرج من الخيشوم مقداره حركتان، لا ليست بالطويلة وليست بالقصيرة. أما إذا جاء بعدها بعد الغنة في النون أو الميم أو التنوين
حروف مثل الغين أو الخاء، فقد يقع فيها القارئ ويغنها غنة أكثر من الغنة الطبيعي. والصواب قوله تعالى: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. والمنخنقة والمنخنقة والمنخنقة، هنا لابد أن يغنها غنة بسيطة لا يطيل الغنة ويقول والمن، هذا أيضا خطأ. وأيضا في قوله تعالى: من غل من غل من غل، وقوله تعالى في التنوين: مثال التنوين لطيف خبير لطيف خبير، فهذه غنة تمام. والصواب هو الإطالة في زمن الغنة. هذه الأخطاء تظهر عند الإظهار. إلى هنا أكون ننتقل أبنائي الأعزاء إلى الأنشطة الإثرائية. والنشاط الأول قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة مطالب أنت بتلاوتها مع زملائك، ثم استخرجوا منهما المواضع التي قد يخطئ فيها القارئ عند تطبيقه للإظهار في الميم والنون الساكنتين والتنوين. إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية درس اليوم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.